القهراوي السعوديه. عاودي لنا شنو القصه ديال كنشكر بعدا القناه شوف تي في، كنشكر هذه القناه شوف تي في. شنو القصه ديال السعوديه الصحراويه؟ درت واحد القناه راه فيت فاش درتي مع واحد الاستجواب. شنو كتبيع يعني فهاد؟ كنبيع الكارو هو بحال الحليب بحال الخبز، ما المواد الغذائيه بحال الزيت والسكر داكشي ما كيتمشاش ليا يعني ربما والو. داك الكارو وداك الحليب اللي واحد شويه ديال صافي. شحال كاع كتصوري في النهار؟ والو تقريبا كاين كنطلق الدراري بكري دي عرفتي الدراري الا ما درتي مع الدراري مصاريف وداكشي راه يعني كيجيو ناس كيديو كارو. ضروري نادم كاينين الدراري الله يحسن العوان ما عندهمش ولا المهم كنتعاطف معاهم وصافي يعني هادشي ما كاين. قلت لك الدخل اليومي ديالك تقريبا شحال كاع؟ والله وراه ما ماشي كيوصلش 50 درهم. ما كيتوصلهاش كاين النهار فاش ندخل 20 درهم 20 درهم ما عايدة ليا الماء ما عايدة الضو ما عايدة مصروف ما عايدة سويع الدراري بنادم مغلوب واخا تقول سميتو بنادم كلشي غلا كلشي غلا كلشي تزاد. كديري باش توفري المصروف ديالك؟ نوا كان بحال دابا نيت دابا كنعديو دابا ما كنعديو صافي بحال دابا الفاني جد الباكيه ديال الفاني 340 ريال قال لك بيعي ب 4 ريال راه هي تماك ما تباعتش كيجي الدراري كنقول لهم 4 ريال كيقول لك لا ما بيناش اعطيني بهم 10 ريال صافي راه باكيه الفاني باقا تماك ما كيتمشى والو يعني كتصوري 20 دراهم 15 صافي هادشي اللي كاين. شنو اللي خلاك دير هاد القناه؟ خلاني نديرها قلت المصروف ما كاينش عندي ما عندي واحد كيقولوا لنا السند ما عنديش راجل اللي يخدم عليا ولدي باقي صغير تقريبا عامين هادي ولا 3 سنين مشى 3 سنين تقريبا الدري باقي صغير كيقرا وعندي خالي مريض انا اللي كنصرف عليه وما عنديش شي اخ اللي بغى يخدم عليا ولا شي خال ولا شي عم ولا شي حد ما كاين ما عنديش راجل في الدار زعما اللي يتعاون معايا ما كاينش. اخ مريض؟ اخويا مريض عنده وليداته حتى هو كيصرف على راسو يلاه دير واحد الكروسه ديالو كيصرف على راسو ايوا وخالي مريض خالي يعني بالدواء باش عايش مسكين مشى السند مشى مشى كلشي مشى كلشي ما كاين والو. ملي مات راجل كان كيفاش ولات حياته؟ فاش مات راجلي زعما فاش كان هو عايش عايشه بخير ما كنضرب حساب للضو ولا ما ولا مصروف ولا حتى حاجه الحمد لله ولكن فاش مشى ليا مشى النصف يعني ما تقريبا كلشي مشى. وهاد القناه اللي درتي دابا شنو كديري فيها؟ هادي كندير فيها الطياب بحال داكشي اللي طيبت كنوري لخوتي ولكن ما كيدخلوش عندي الناس يعني المحتوى المحتوى نقي وداكشي ولكن الناس ما كي شنو اللي بكا كسالي؟ بكاتني الوقت شنو ختمتي الامنيه ديالك عاودي الناس كنتمنى القناة ديالي تكبر وتعاونوا معايا خوتي المغاربة. أنا فاش درت معاكم الاستجواب وسميتو فاش جيتو عندي الناس كيصونوا ليا كيقولوا لك واش بغيتي الزواج؟ أنا الزواج ما طلبتش الزواج طلبت المعاونة يتعاونوا معايا. والو تقول اللي صنع ليا كيتفلى كيقول لك واش بغيتي الزواج ولا بغيتي شي حاجة نصيفطها لك صيفط لي فوتو كوبي ديال لاكارت فاش كنقول ليه نصيفط ليه النمر ولا شي حاجة كيقول لي لا خصك تصيفط لنا التصاور. الناس كيبغيو يستغلوا. كنطلب منهم يتعاونوا معايا ماشي قلت لهم انا بيت الزواج محتاج الزواج ولا محتاج داكشي كامل الناس عارفينه فين كاين. هذا الشيء اللي كنطلب من خوتي المغاربه كنتمنى منهم يتعاونوا معايا افكار متنوعه مع بنت الشعب بالعربيه افكار متنوعه مع بنت الشعب بالعربيه ولكن الناس بحال هكا كيصوني ليا كيقول لك واش بيتي الزواج انا ما ذكرش انا الزواج ما انا ما قلتش لهم الزواج قلت لهم تعاونوا معايا اخوتي تعاطفوا معايا في القناه ديالي وتعاونوا معايا معنا مع زعما يتعاونوا معايا فهمتي ولكن هما لا هما الناس القناه ما بغاوش شي حاجه تكون فيها نقيه الناس بغاو داكشي اللي هو باين شحال من قناه طلعت غب هكاك وانا اللي كندير فيها داكشي طبيعي والدار وسميتو مستوره ومغطيه ما كيدخلوش عندي نهائيا قولي الرقم ديالك يعني الرقم ديال التليفون اللي بغيت 06 66 46 78 19
هذا هو الرقم ديالي. كتشوفي بلي ربما واخا عاوتاني غنحطوه يطلبوا الزواج يطلبوا تصاور يطلبوا. شوفي الحال صعيب يعني. اه صعيب بزاف بزاف صعيب. هادي اختي اللي مربياني. انا اول حاجه السلام عليكم وكنشكر قناه شوف تي في، شكرا لكم بزاف حيت كبرتوا بينا وجيتوا حتى لعندنا. المهم انا اللي بغيت نطلب من خوتي وخواتاتي المغاربه يدخلوا عند اختي تعاونوا معها في القناه ديالها يوقفوا معاها. والو بعض المرات وحق الله العظيم كاين نهار اللي ما كتدخل فيه حتى شي درهم وعندها السوايع ديال وليداتها وعندها المصروف. انتم كتعرفوا الاعياد الدراري بغاو الحوايج، ما يمكنش الدراري الصغار عرفتوا ما كيعرفوش داك الشيء، يعني ما غاديش يقولوا راه منى ما عندهاش ولا، راكم عارفين الدراري الصغار. وانا تعاونت معها في هذه القناه، قلت لها اختي ديري قناه ربما تطلع تشاركي معهم يومياتك داك الشيء اللي كدوز في النهار، اي حاجه طيباتها سواء كانت غاليه ولا رخيصه ولا المهم ولا خرجت داك الشيء اللي عندها. الا عندها 50 درهم غتشد بها طوبيس ولا غادي تمشي تشد تاكسي وغادي تخرج وتصور لهم وما كايناش مشاهده ما كتفوتش 100 واحد. ونهار عيطات على شوف تي في وجيتو عندها ديجا وحطات الرقم ديالها كيعيطوا لها الناس بغيت الزواج بغيت هادي صيفطي لي تصاورك صيفطي، اقسم بالله حتى شي واحد نهائيا. راه نهار الاثنين غنصيفط لك لا راه كنتسنى شي فلوس لا صيفطي لي تصاورك صيفطي لي شحال في عمرك تخربيق حتى واحد ما عاونها. وفي القناه كاع ملي جات شوف تي في ديك المره دخلوا شي 10 الناس بالحساب هما اللي دخلوا تابوناو عندها. شافت تعيات هي في رمضان قالت لي صافي ما بقيتش بغيت نصور، قلت لها لا دادا غير بقاي صبري دابا ان شاء الله يجي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. دابا واحد النهار هذيك القناه غتطلع وتعاوني بها وليداتك. وهي هنايا في الكراج ما كاين والو، انتم كتشوفوا الا صورتي راه غتشوف حتى المواد الغذائيه ما قال لك العين بصيره وليد قصيره ما عندهاش باش تشري، الا جابت الكارو ما كتقدرش تعمر البوطات، الا عمرت البوطات ما تجيبش الفرماج. بحال دابا حاليا والله الفرماج ما كاين والله الحليب ما كاين في الثلاجه حيت ما عندهاش باش. وانا كنشوف ما انا كنت خدامه وجلست من الخدمه ما كاينش اللي يعاون اختي، واختي القناه ديالها محترمه وما كتعرف فيها ما كتقول حتى شي كلمه خايبه. ما سمعتكش. طبعا داكشي اللي كان كون كانت اختي تعرات ولا كتسيق وهز الكراتك وراه دخلوا وطلعت القناه، ولكن حيت هي محترمه وكتهضر باحترام ومستوره وبغات تعيش وليداتها في الحلال ما كاينش للاسف في المغرب ما كاينش هادشي. افكار متنوعه مع بنت الشعب العربيه. الحاجه اللي نطلب منكم اخوتي وخواتاتي المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، حسبوها اختكم حسبوها امكم اللي فيه الروح الوطنيه المغربيه، الله يرحم لكم الوالدين لما دخلوا تابوناو عند اختي وتعاونوا معاها وشجعوها، راه بغات تخدم على وليداتها بالحلال ما بغات حتى شي حاجه خايبه وما طلبات من حتى شي واحد اكثر من هذا الشيء، باغا غير تخدم على وليداتها في ديك القناه ما باغاش اكثر. الله يرحم لكم الوالدين الخوت.